الله يرحمه، ولا من امي ولا من مامته. بس عايزه اقول لك يعني صح، احنا اللي نربي اولادنا مش امي. انا كنت هخش يربي قول كلمه إيه؟ امي انا كانت بتتدخل اكتر من حماتي. ما انا بقول لك ماما كانت بتدخل وده كان بيضايقك. ساعات كنت بزعل من ماما جدا. طيب. تقولي ما ينفعش تعملي كذا، ما ينفعش يتاخر بعد الساعه 10 بالليل. طب ما انت كنت بتتضايقي ده لغايه ما كنت بتضايق. بس انا بقولش بقول هو هي صح. أيوه. كانت هي صح على كانت هي صح، بس مع ذلك كنت بتضايقي. هو ده اللي انا بقوله. لما في سن صغير كانت هي زعلانه. طيب. قالت لي ليه اتجوزي ابنك 22 سنه حرام عليكي؟ وانت كنت عارفه ان انا صح؟ وعملت اللي انا عايزاه. ما قلتش لا. عملت اللي انا عايزاه في الاخر. ويعني كان في بيني وبينها شد، هي بتحب نانسي ما عندهاش مشكله، بس هي الفرق السن ان هم صغيرين في السن ليه يشيلوا مسؤوليه بدري يعني كدا. اذا تدخل الكبار سواء كان من الطرف ده او من الطرف ده، من طرف امي او امه، ده بيعمل حاله انزعاج للام وللاب، بيخليهم بيحسوا ان هم مش مسيطرين. طبعا. يعني اذا الموقف مش بيتاخد بس من الحما مامتك، كمان مامتك كمان بيتاخد من ام طبعًا. من ام الام يعني ممكن يحصل. لا انا ماما كانت بتتخانق معايا في خناقات بتحصل بيني وبينها بسبب ان على حسام يعني وهو صغير مش صح اللي يحصل ده، مش صح. وتتخانق معاه انت وتتخانق انا وهي. طب ما انت اهو على رايي انت بتناقضي نفسك. ما بقولكش ما بناقضش نفسي، انا بقول انا لما كبرت شويه لقيت ان هي صح، كل اللي قالته كان صح، انا اللي غلط. ومش غلط ان انا اعترف طبعًا. ان انا كنت غلط في حاجات. وعلى فكره ساعات كنت بسمع كلامها في الاخر طبعا، يعني اقتنع بكلامها لوحدي كده، اقعد مع نفسي عارف انا دماغي شديده لوحدها كده عنيده جدا، فاقعد مع نفسي كده افكر الاقي ان هي فعلا كانت صح، فارجع بقى اعمله وما اقولهاش ان انا عملت. لا بس هي واحده من